لبرنامج هابيتات شراكة استراتيجية مع الدولة المصرية، ودي اللي بتخلي قدر كبير جدا من التنوع والتعدد في المشروعات اللي احنا بننفذها. بنقسم المشروعات والبرامج للبرنامج الهابيتات في مصر على 3 محاور رئيسية، يمكن اولهم خاص بالتخطيط والحوكمة والتشريعات المعنية بعملية التنمية الحضرية والتنمية العمرانية. وهنا ده في تماشي بقدر كبير جدا مع الاهتمامات اللي بتوليها الدوله المصريه في مشروعاتها القوميه زي مشروع حياه كريمه وتيسير عمليه الربط ما بين الريف والحضر والحضر والريف، فكره التنميه الاقتصاديه المحليه وتنميه المجتمعات. ده هو الاساس اللي احنا من خلاله بنقدم هذه او بندير هذه الحزمه من المشروعات مع شركائنا الاستراتيجيين من وزاره الاسكان ووزاره التنميه المحليه مع العديد من المحافظات المصريه. يمكن برضو من اهم الحزم المشروعات اللي بننفذها في مصر هي الخاصه بعمليه التخطيط والتنميه الحضريه، وهنا كان عندنا اهتمام بعديد من المدن وكيفيه تحديث هذه المخططات العمرانيه بالشكل الذي يسمح لنا بالتواصل مع كافه المعنيين من اصحاب المصلحه من المستثمرين من بكافه فئاتهم سواء من مجالات صناعيه او مجالات زراعيه او مجالات سياحيه وتجاريه وغيرها من القطاعات الهامه. الهدف الاساسي طبعا ان احنا نحط مخططات تقدر تمكن من النهوض بدور اللي بتلعبه هذه المدن والمراكز سواء على المستوى الاقليمي او على المستوى القومي او كذلك على المستوى الدولي للمدن. يمكن من هنا برضو احب ان انا اشيك عندنا شراكات هامة جدا وسعداء ان احنا باشكال مختلفة قدرنا نساهم مصر في تحقيق طفرة كبيرة في عملية جذب الاستثمارات الدولية من خلال مخططاتنا في مدينة العالمين، من خلال العالمين الجديدة، من مدينة او اقليم راس الحكمة وغيرها من الاماكن اللي البرنامج قدر يساهم بشكل ما في اعداد هذه المخططات والخطط العمرانية والتطويرية لهذه الاماكن. الحزمة الثالثة والأخيرة من برامج ومشروعات المنظمة بتدور في مجالات الخاصة بالخدمات الأساسية سواء والبنية التحتية من صرف ومن المياه، ساهمت بشكل كبير جدا في إيصال المياه وخدمات الصرف لمجتمعاتنا البسيطة اللي يمكن كان عندها مجموعة من التحديات في هذه المجالات. بنسعى للتوسع في هذه الباقة من المشروعات. الموضوعات الخاصة بالنقل وكيفية إدماج والفئات المستفيدة والمعنية من هذه المنظومة في مساراتها من أماكن ترددها، السرعة والكثافة وغيرها من المجالات، دي من الموضوعات اللي احنا بنديها اهتمام كبير جدا. كذلك فكرة ثقافة مختلفة لأنواع النقل زي الدراجات، واللي احنا سعداء بوجود احد مشروعاتنا في قلب العاصمة المصرية مشروع كايرو بايك في منطقة وسط البلد والمناطق المجاورة ليها. دي برضو من المشروعات اللي احنا مهتمين جدا ان احنا سعداء بان احنا نفذناها ومهتمين في الفترة اللي جاية ان احنا نتوسع في عملية التطوير. برضو من الموضوعات الهامة اللي احنا شاركنا فيها فكرة التنمية الحضرية وكيفية اخذ هذا الملف من كونه فقط القضاء على العشوائيات ولكن بشكل اوسع اللي بيقدر نحط ان احنا عندنا الممكنات الاقتصاديه والممكنات الاستثماريه اللي تمكننا من النهوض والقضاء على هذه المناطق اللي احنا بنشوفها في اوضاع لا نامل ان هي تكون تستمر، بالعكس احنا حابين ان احنا نساهم بشكل كبير جدا في تطويرها والخروج منها بما يتيح حياه افضل وحياه مناسبه للقانتين بها. طبعا دايما بنحب ناكد ان استدامه هذه المناطق واستدامه هذه المشروع مسحوب بتمكين الساكنين بها والقانتين بها من فرص عمل من مشروعات تقدر تكون ليها باع كبير جدا في تحسين الدخول والارتقاء بمستواها.